خيمة شعر ودلال دخانها هيل الثور في حفرة الضوء بين المواقيد نسرد بحور الشعر في تالي الليل نكرم بها الصايم بين قهوة وقصيد. مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام وين ما كنتوا، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج قهوة وقصيد. ضيف حلقتنا مشاهدينا لهذه الليلة يكتب قصايده بلغة قريبة من القلب، بلغة حاول الشاعر فيها بأن يرسخ الحروف للتعبير عن واقع حقيقي من منظور الشعر النبطي. قصايده تنوعت بين الوطنية والاجتماعية والغزلية أيضا. رحبوا ويانا مشاهدينا بالشاعر حمدان السماحي. وراشد مساك الله بالخير ومساك الله بالنور والسرور. بالعكس الفجيرة منورة بهلها ومنورة بوجودك أبو حسن، الله يحفظكم ومنورة بالبرنامج هذا الجديد قهوة وقصيد. الله يسلمك، الاسم يكفي، الله يطول عمرك، الاسم يغني عن كل شيء. الله يسلمك. اي والله أبو سالم قهوتنا يا أبو سالم، حياك الله يا شاعرنا. شحالكم بخير؟ بخير الله يسلمك، طمنا عنك انت. والله بخير ابشرك الحمد لله. يا مرحبا، الله يحفظك. وهذه قهوتنا. كل شيء ما يبدا طال عمرك الا بالقهوه، هاي من السنه اكيد اهلنا اكيد وشوابنا اللي علمونا اياها. نعم نعم أكيد. او شيء نبدا بالقهوه. سلامتي يا ابو سالم. ظلمت جزاك الله خير. في البداية أبو راشد وقبل أي شيء، نعم، شو رأيك نبدأ حلقتنا لهذه الليلة بقصيدة من قصائدك الجميلة؟ والله إن شاء الله أنا أتمنى طال عمرك أنها تكون جميلة وتكون هي دوم خفيفة على متابعينك، خفيفة تظل على متابعينك. الله يسلمك. يقول قلبي قلبه معي وقلبي معه، حبه غلا متقاسمين، يشر علي بصبعه حاضر ومن عيني اليمين، شريان قلبي شريان دمي منبعه وايام عمري والسنين، خلوه لا حد يمنعه كيفه ورب العالمين، حبل الوصل لو يقطعه ما ينقطع دنيا ودين، لو قالوا الدنيا سعه من غيره الدنيا تشين، ما ودي ينظر مدمعه ولا ودي اشوفه حزين، أشفعه وتشفعه ما للظنين إلا الظنين، أشفعه وتشفعه ما للظنين إلا الظنين، على المذاهب لا ربعه حقه وحق الوالدين، حسن الخلايق جمعه من كل شيء فيه زين، ضامي عويده وشبعه عيني على العود اللدين، قلبه معي وقلبي معه حبه غلا متقاسمين، يشر علي بصبعه حاضر ومن عيني اليمين. سلمت انت من قال من قال الله خير. الله يسلمك وراشد. نحن نتكلم عن كم سنه في هذا المجال الشعري؟ والله انا من نعومه اظفاري، او من سن نقول 9 سنوات 10 سنوات. نحن عاد ما نبغى نكبرك، لكن لا لا لكن لا لا مو كبير الحمد لله، ما زلت في ريعان الشباب يعني. نعم. لكن من طفولتي وانا كنت اروح الوالد الله يحفظه ويطول بعمره ان شاء الله. الله يطول عمره. يوديني المعاريس قبل المناسبات. نعم. لهذه المهرجانات وانا اروح وياه، اروح وياه انا اروح وياه في فن يسمونه الرزفه. نعم. دائم هذا منتشر عندنا في المناطق هاي، يحبون الرزفه في المناسبات، هاي الرزفه موجوده كل مناسبه يقيمون فيها رزفه. نعم. عن طريق الرزفه انا قدرت اني انا اوصل للقصيد، اشوفهم شو يقولون، اشارككم هاي المناسبه، احاول يوم انا اوصل البيت اسوي لي كم بيت، اسمع الوالد الله يحفظه ويرد علي يقول لي لا بعدك 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 عدل ورتب. اي وهذا لين الحمد لله ما شديت بحالي عما قال متوصف ومشيت في الطريق هذا. ما شاء الله عليك براشد. يعني يمكن دولة الامارات لها خصوصيتها في ما يتعلق في الشعر النبطي، لكنتنا وكلامنا حتى طريقة إلقائنا للشعر. أنت اليوم ما شاء الله كشاعر
وما شاء الله بعد شاعر معروف مش أي شاعر يعني. كيف تشوف أبو راشد الشعر الحين في دولة الإمارات تحديدا وبشكل عام على الساحة الشعرية؟ والله الشعر عندنا نحن الله حبانا قادة أرواحهم يكتبون الشعر الله يطول عمره. لما أسس هذه الدولة، مؤسس دولة الإمارات الله يرحمه رحمة الله، شاعر من بيئة يعني من بيئة الإمارات شاعر، وأجل من كتب الشعر حياة زايد الله يرحمه. الله يغفر. أيضا شيوخنا أغلبهم ينظمون القصائد ويكتبون القصائد. نعم. فنحن يعني عندنا الشعر أشوفه أنه زاخر وما شاء الله يعني. نعم. المستوى بالنسبة لمستوى الإمارات عندنا لهجة تساعدك، البيئة الثقافية اللي نحن نعيشها، البيئة الحضارية، البيئة الجبلية، تنوع البيئات، تنوع الثقافات في دولة الإمارات أعطى زخم قوي للشعر. نعم. فأنا أشوف أن الشعر في الإمارات في خير، الحمد لله في خير. نعم. ونحن هذا اللي نشوفه يعني. نعم نعم براشد، طبعا أنت أكيد إنسان يعني ملم حتى في أمور التواصل الاجتماعي وتشاهدها أكيد بلا شك. فالسؤال هنا اليوم، براشد مع ولا ضد اللي نشوفه حاليا من مقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا مقاطع شعرية يعني؟ شوف، هي مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، على حسب ما تستخدمها. صحيح. يمكن تستخدمها بالزين يطلع كله زين. صحيح. تستخدمها بالشيء فهي تشين معه. لا شك، الله يبعد عنا الشيء. آمين إن شاء الله. ولكن اللي أرى أنا بالعكس، أن وسائل التواصل وجودا في هالوقت سهل عملية الإعلام السريع. نعم. أنت قبل عشان تكتب 4 أبيات 5 أبيات عشان توصل أنت تتعب، محتاج تروح تلفزيون، محتاج تروح قناة، محتاج تروح صحيفة عشان تنشر هاي 4 أبيات. الآن تلفزيونك في مخباك كتبت 4 أبيات هاي وطرشتن وراح. حلو، هاي تلفزيونك في مخباك. هاي تلفزيونك في مخباك. نعم. تلفزيونك في مخباك. كل شيء الآن التلفون فيه كل شيء. نعم. وسائل التواصل أنت كتبت 4 أبيات هاي راحت بسرعة، بس يعتمد على الشخص، هل هو عنده مقدرة ملم بهذا الشعر، ملم بهذا الشيء وظهره بالصورة المطلوبة، ولا كتب أي كلام. هني بعد ترى تحسب عليك، يعني تحسب على، ما تحسب على وسائل التواصل وعلى مواقع التواصل، ولكن تحسب على الشخص نفسه. هي بس ترجع قاطع هذه أبو راشد، هني ما تحس إن نحن هضمنا حق الأشخاص اللي يكتبون الشعر الغزير؟ خلنا نقول ما عليه، ما ظلمناهم. تقدر تكتب أخوي، ما هذا من حقهم. تقدر تكتب أن الشعر الغزير، حتى تقدر تكتبه وطرشه على شو اسمه، على مواقع التواصل. ولكن أقول لك إن إحنا نعيش الآن في عصر السرعة. نعم. الإنسان يحب بسرعة، يكره بسرعة، يضيج بسرعة، يفرح بسرعة، يبتسم بسرعة، فلازم أنت تواكب العصر. نعم. ووسائل التواصل مع مواكبة العصر. أكيد. نعم. ما عليه براشد، مستمرين وياك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. لازلنا مستمرين وياكم في عالم الشعر النبطي، في أناقة الكلمة وعذوبة الحروف أيضا إن شاء الله مستمرين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل تريونا. ظلمت الشعر. نعم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج قهوه وقصيد. حياكم الله شاعرنا. يا مرحبا الساعه، يا مرحبا. ان شاء الله قهوتنا عجبتك. لا تكيف الراس عما قال. يا سلام. متوصف. عليك بالعافيه. شل الصوع من راسك. الله يسلمك، بالعافيه ان شاء الله. شاعرنا، لطالما كانت اماره الفجيره حاضنه لاغلب المنتديات والامسيات الشعريه، واللي حقيقة كان لها صدى كبير بين المهتمين بالشعر والشعر النبطي. وما شاء الله كونك شاعر وملم بهذه الأحداث، أكيد شو رأيك أبو راشد بهذا الارتباط الوثيق اللي بين الفجيرة والشعر تحديدا؟ والله ارتباط أو شيء الفجيرة، لأن بيئة الفجيرة، إمارة الفجيرة فيها عندك البيئة البحرية والبيئة البرية والبيئة الجبلية. صحيح. فهاي مميزات تخلي الشاعر يعني أرض خصبة للشعر. صحيح. بالإضافة لتنوع الثقافات اللي في إمارة الفجيرة. صحيح. نعم. والمسارح، يعني المسارح أيضا لهم دور، المنارامة
لها دور في الفجيرة، يدعمون الشعر، حكومة الفجيرة يدعمون الشعر، الشيخ حمد الله يحفظه ولي العهد يتابعون الشعر والمسارح الثقافة، أيضا الشيخ راشد الله يحفظه. الله يحفظه. نعم، وكانت قناة الفجيرة من أوائل البرامج اللي قدموها، قدموا برنامج اسمه مساكم شعر. نعم. كاد يقدمه الأستاذ عيضة بن مسعود. نعم. الشاعر. نعم. اللي وجه له تحية عبر البرنامج. وشوف هذا البرنامج يمكن 10 سنوات. ما شاء الله عليك. فتقريبا ظل هذا البرنامج 10 سنوات. الناس يتابعونه، وكان مباشر على المباشر، كان لايف البرنامج هذا. نعم. فدليل ان الفجيرة لها ارتباط وثيق بالشعر والشعراء. نعم. واعظم الادباء من الفجيرة. نعم. وكبار الشعراء من الفجيرة، ايضا المسرحيين الكتاب من الفجيرة. صدقت. فهذا دليل كافي على ان الفجيرة مهتمة بالشعر والتراث والثقافة. نعم. لانها بيئة خصبة. نعم. مثل ما قلت لك انا، البحرية، البرية، الجبلية، تشمل كل الـ نعم. ما يقول في نفس الشاعر. صحيح. ان كان إبال وسيح ولا إبال بحر، إبال وسيح وبحر ما شاء الله يعني. اللهم لك الحمد. نعم. 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 وفيها اكيد بلا شك يعني. صحيح. المعالم الأثرية والمتاحف هي اللي خلاها يعني ارض خصبة للشعر والثقافة. نعم اكيد. فيها معالم دينية بعد كذلك. نعم نعم نعم. براشد، بنروح لبراشد الشاعر. انت القصايد ما شاء الله عليك اللي تكتبها. السؤال، انت تكون من احساسك ولا انت قاصد بانك انت توصل رساله معينه لاشخاص معينين او لشخص معين او يعني لجهة؟ والله هي يمكن انت تقرا قصه وتتاثر فيها، يمكن انت الحدث هذا يحدث لك نفسه وتحاول تعبر عنه، يمكن حد من أصدقائك يقول لك الاستواء وأنت تجي في بالك فكرة قصيدة. فالقصيدة هي اللي تجي، وهي اللي تكتب الشعر. دائما يحاول أن القصيدة هي اللي تجي. أحيانا أنت تبي تكتب قصيدة لكن ما تقدر. بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي يعني، ما أقدر يعني، إلا لازم هي اللي روحها تجيني. أوقات هي تجيني بدون ما أطلبها أنا، سبحان الله يعني. نعم. لأن تعرف القصيد إحساس خوي، حتى في علم النفس يقولون أنت حين قبل دقيقة غير بعد دقيقة. أنا يتني قصيدة الحين أني أحاول أكتبها على الأقل لو الفكرة، لأن الإنسان سبحان الله من طبيعته متغير. أنا الحين في الدقيقة هذه، بعد دقيقة ما أعرف، يمكن أكون مضايق، يمكن أكون ما نفس اللحظة اللي أنا يتني فيها القصيدة. صحيح. تلاحظ احيانا في قصايد يعني مثل كتب له بيت بيتين خلاه قال انا عقب اسبوعين بكمل، او باتر او بعد. تحس ان الاحساس في البيتين اللي بيكتبهن عقب ما نفس الاحساس اللي في البيتين الاوليات. فهنا بعد حتى احساس الشاعر يختلف سبحان الله في ابيات القصيده. زين براشد، متى الواحد يقدر يقول على نفسه مثلا اذا كان حاول يكتب بعض الكلمات الشعرية والأمور اللي مثل تقص الشعرية، متى يقدر يقول أنا اليوم شاعر متمكن، أنا اليوم أقدر أروح في أمسيات ومنتديات والأمور اللي مثلها؟ الشاعر ده طالما عنده أساسيات القصيدة، نتكلم عن القصيدة العمودية، أيضا في قصيد حر وغنائي هذاك لطريقة أخرى، لكن نتكلم عن القصيدة العمودية. إذا الشاعر ملم بأساسيات القصيدة العمودية هو يعتبر شاعر يعني، إذا ما يكسر، إذا ما عنده خلل في القافية، إذا ما أدري شو. أما هذا التصوير والصور اللي في القصيدة والخيال الواسع اللي في القصيدة، هذا يعتمد على موهبة الشاعر وعلى اطلاعه على القصيدة يعني. ما يقدر يعني كل إنسان سبحان الله، الصف الحين صف المدرسة، ليش واحد يطلع الأول واحد يطلع الأخير؟ صحيح. رغم أنه مدرس واحد يدرسه. صحيح. فتحس أن الأول واظب ودرس وذاكر واطلع وحضر وكل شيء، ولكن هاك الأخير ما داري بالدنيا. فهنا الفرق يعني. بس اللهم هنا الفرق يعني، أنت تطور، أنت طلعك كيف تنمي موهبتك. بس هي موهبة، أنت كيف تنميها، وهني أنت تحدد، أو الجمهور اللي يسمعك أو الناس اللي يتلقون قصيدتكم اللي يحددون من خلالها أنت شاعر يعني. لكن في الشعر أنا ما أشوف أنه يعني شاعر يبلغ، لا، أنك أنت شاعر شاعر يعني. أكيد. يعني
نعم نعم براشد عاد نحن رمسنا وايد الله ينعم على فضلك الحين وايد الله يسلمك من هالأسئلة الطيبة جزاك الله خير الله يسلمك نعم. لكن الحين ننتقل شوية من هالحوار نبغي الروح للشعر ونغرق في بحر إن شاء الله والله نتمنى شعر نبطي أكيد هذا البحر اللي أمانة الواحد يعني يتمنى يغرق فيه من جمالته ومن جمالته أكيد بلا شك وبلا شك لطالما كان في يعني الفنجان القهوة علاقة مباشرة مع الشعر والشعراء وأيضا مرتبط بمجالس فكر إمارة الفجيرة بما أننا نحن في هذه الإمارة الجميلة طبعا عنوان خلنا أعطيه عنوان اللي هو قهوة الفجيرة في بيت القصيد فنتمنى من الشاعر ما أدري شو محضرنا أبو راشد عن والله أنا بعد الفجيرة تستاهل تستاهل الطيب تستاهل الطيب الله يسلمك كلنا يقراها من زاويته تستاهل الطيب أنا قريتها من خلال زاويتي البسيطة المتواضعة الله يسلمك الله يسلمك الفجيرة يا حلاها ويا غواها يا سلام الله على كفن بناها الفجيرة يا حلاها ويا غواها يا سلام الله على كفن بناها دانة على الساحل الشرقي عجيبة شمسها في صبحة روعة مساها دانة على الساحل الشرقي عجيبة شمسها في صبحها روعة مساها الفجيرة اليوم تتشكر حمدها شيخها الشرقي لها النور وضياها أبو محمد زادها بالخير كله عانقت الأمجاد في طلة سماها تسحر قلوب وتسبي من نظرها البحر والبر وجبال تراها كل ما فيها يعبر عن حضارة التطور ثوبها وشوفها كساها الفجيرة غنوة الحان وقصايد ما أخذ كل المشاعر في هواها الفجيرة غنوة الحان وقصايد ما أخذ كل المشاعر في هواها يا حمدنا يا عسى ربي يدوم هكذا صوت الفجيرة في دعاها هكذا صوت الفجيرة في دعاه سلامت يا شاعر يستاهلون أهل الفجيرة أكثر والشيخ حمد الله يحفظه يستاهل أكثر الله يطول ولكن هذا تعبير بسيط جميل جدا من زاوية معينة جزاك الله خير جميل ما طرح جميل يعطيك العافية مرينا وياك شاعرنا أكيد بلا شك ولكن مشاهدين ومتشرفين إن شاء الله الله يسلمكم مشاهدين نعم راح إن شاء الله نطلع فاصل قصير وراجعي لكم لا تخوزون خلكم قريب نعم مشاهدينا حياكم الله ويانا في قهوة وقصيد يا مرحبا بالشاعر حياك الله نورنا اليوم أنا يوم النفار الله ينور أيامك بالعكس الفجيرة منورة بهلها ومنورة بهالبرنامج الجديد اللي نتمنى له ونتمنى لك كل التوفيق اللي هو قهوة وقصيد الله يسلمك من أسمه جميل جدا الله يسلمك أنا هنيك عليه الله يجمل هنيك عليه الله يجمل حالك شاعرنا ما شاء الله أنت قبل شوي القصيدة اللي عديتها الفجيرة نعم في الفجيرة أبغي شوي ندخل في تفاصيلها طبعا قصيدة جميلة ورائعة جزاك الله خير هذه القصيدة شو تعني لك أنت شو تعني لحمدان السماحي القصيدة هاي الفجيرة أنا تعني لي الكثير ولكن القصيدة هاي شيء نبض إحساس داخلي عبرت به عن إمارة الفجيرة وعن الشيخ حمد الله يحفظه الله يحفظه ويطول في عمره هذا تعبير بسيط لما أشوفه الفجيرة الفجيرة بالعكس إمارة جميلة جدا يعني وكل من زارها تسبي نظره الله يجزيك الخير نعم. شاعرنا ما أدري إذا أنت تتفق وياي أبو راشد في هالنقطة اللي راح أتكلم فيها واللي هي تحديدا عن الكلمات أبو راشد اللي تستخدم في القصيد حاليا أنا أشوف أنها غير عن الكلمات اللي كانت تستخدم قديما وعند شعرائنا الأوليين الله يرحم من مات منهم والله يعافي اللي موجود نعم. شو رأيك أنت في هذا؟ والله أنا أقول لك الكلام كان صحيح لأن نحن هني بالآونة الأخيرة افتقدنا للكنة اللهجة الإماراتية بالضبط فقليل من يكتب عليها تعرف لتطور العصر يعني ولكثرة الثقافات في دولة الإمارات وبعدين الشباب الله يهديهم اتجهوا لاتجاه الشعر الغير اللي خالي من اللهجة المحلية نعم نحن نتمنى أنهم هم
يرجعون للهجتنا حلوة نحن بالعكس لهجتنا شاعرية وشعراءنا نسمعهم تحسنا نعم نعم تحسنا حلوة يعني هي نعم الجمري بعض الشعراء يعني شوي تقلدوا لهجات غير ما نسمع هالأيام أبو راشد ما نسمع الكلمات اللي كان حتى يقولها الجمري بن طناف بن سوقات كلماتهم كانت بسيطة لكنها قريبة من القلب ولكنتهم غير كانت كنا فعلا نحس ان هذا شعر نبطي اماراتي خلنا نقول ف ان شاء الله نحن نقولهم ان هاي اللهجه الاماراتيه هي لهجه حلوه اكيد والقصيده باللهجه الاماراتيه بالعكس لها روح نعم. روح وتحسها ان بها روح غير يعني نعم. شو رايك عاد نتقهوى في النايت لا زين الحين عشان نعدل الراس بعد نعم عقب الفجيرة لازم يبان لك قهوة أكيد عقب القصيد لازم يبان لك قهوة أكيد وسالم فزعنا فنيان قهوة شيرة بنا يا مرحبا بشاعرنا يا مرحبا والله اليوم أني أنا فرحان بك بالعكس عندي في البرنامج اللي سعيدين و... الله يسلمك الله يجزيك الخير يا مرحبا يا مرحبا والله سلامت يا أبو سالم عاد إن شاء الله أنا عيبك قهوة ثانية والله وتعدل الرأس القهوة هذه مال مزاج قهوة الأوليين كله قهوة الأوليين يا مغنمين الدلة زيدوا بعد فنيان يا سلام إيه يا سلام فنيانكم شف جلة نعم ييلي كدر وحزان وحزان يفك صوعي كله نعم سلام من أبو سالم الفنان هنا سلام عد عليك وأنت من رواقي يعطيك العافية أبو راشد أنت بس غنمت يا أبو سالم غنمت أول عمرك الله يحفظك يا مرحبا يا أبو راشد أبو راشد يقولون أن القصيدة المغناها اللي غنوها المطربين تثبت في ذاكرة المستمع وايد بعكس القصيدة اللي ما حد غناها هذه ما حد خلنا نقول ما حد يتذكرها رأيك أنت في الكلام والله الكلام هذا أن القصيدة الغنائية تثبت في اذن المستمع او في ذهن المستمع او اللي يستمعها لان الشاعر لما يكتب قصيده نعم احساس واحد احساس الشخص نفسه احساس نعم. الشاعر نعم لما يلحنها الملحن يضيف لها احساس ثاني لما يؤديها الفنان يضيف لها احساس ثالث فكان عندك احساس واحد الان استوت ثلاثه صحيح الملحن الشاعر أول شيء الكاتب والملحن والمؤدي الأغنية اللي هو الفنان اللي مركب صوته على اللحن صحيح عشان كذا وسرعة الانتشار سرعة انتشار أغنية غير عن سرعة انتشار القصيدة طبعا أبو راشد أنا تعمدت أسألك السؤال هذا لأني أنا على علم بأن ما شاء الله أغلب قصائدك غنوها كبار كثير ما شاء الله تشرفت ميحاد وعيضة والجسمي نعم. وغيرهم من المطربين نعم. أكيد حمد العامري والوسمي نعم محمد العامري طبعا وجه لهم تحية نعم. من هذا المنبر برنامج قهوة نبغي نسلط الضوء شوي على الشعراء اللي كان في بينك وبينهم تعاون أيضا كثير أنا تعاونت ويا الفنانين كثار من أغلب فنانين دولة الإمارات الحمد نعم. لله نعم. أنا تعاونت وياهم وبالعكس أنا أوجه لهم تحية على برنامجكم نعم. منهم الفنانين اللي توهم طالعين والفنانين اللي على الساحة يعني ما شاء الله نعم. نجوم زين وراشد نحن القهوة وشربناها نعم والبرنامج اليوم أسمى قهوة وقصيد القصيد زين القهوة وشربناها لكن نبغى نسمع منك القصيد والله زين بختار لك قصيدة نعم إن شاء الله تبارك الله يقول أشوفك شيء وأنت شيء آخر حبيبي جل مصور جمالك أشوف الكون بعيونك مناظر وأشوف الليل يسبح في خيالك سحر طيفك بها استوحى الخواطر وزف الشوق من قلب سعالك أسافر في بحر حبك وخاطر مرادي بس في الدنيا وصالك أسابق خطوة أقدامي وغامر لجل عينك ولو شفت المهالك إذا شفتك سكن قلبي المهاجر وردت روح تتغنى بخصالك تعال وخلنا منقول باكر تعال وعايش الخاطر حلالك حبيبي بس لي أشر وآمر حياة الروح والدنيا بدالك رقيق الحس وحروفك مشاعر أرددها
وأسرح في دلالك. رعاك الله يا من صرت آسر، أسرت القلب وأوهبت جمالك، أشوفك شيء وأنت شيء آخر حبيبي جل مصور جمالك. هاي لحنها وغنها الفنان الإماراتي الأول محمد حمد. نعم. لنوجه له تحية. نعم أكيد بلا شك. نعم. في نعم. التسعينات. ما شاء الله عليك، يعطيك العافية أبو راشد. حقيقة أنا اليوم تشرفت بك. لا بالعكس، أنا تشرفت في هالبرنامج الطيب وأسئلتك الطيبة ما شاء الله. وجودك حقيقة أثرى حلقة اليوم اللي هي برنامج طبعا قهوة وقصيد. نتمنى أن أكيد كنا خفاف عليك. لا بالعكس، أنا أتمنى اللي كنت خفيف عليك أول شيء، وخفيف على متابعين هذا البرنامج الطيب قهوة قصيد. الله يسلمك، اللي نتمنى لك التوفيق. تسلم تسلم. نعم. يا أبو راشد، وشكرا على تواجدك معنا اليوم. جزاك الله خير. شكرا. الله يسلمك. يا مرحبا. نعم مشاهدينا، وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة من برنامج قهوة وقصيد. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة، تقبلوا تحياتي، أخوكم علي اليماحي، وتحيات طاقم العمل، وتصبحون على خير.